للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأدوية. أهلا بك دكتور إسلام. أهلا وسهلا ومساء الخير لكل المشاهدين. دكتور إسلام، يعني فيما يتعلق باقتصاديات الدواء في هذه الجلسة استمعنا أنه من المستهدف أن تكون مصر ضمن العشرين الكبار في صناعة الدواء في 2025، وأنه من 2016 كان حجم سوق الدواء وصل إلى 62 مليار دولار، نتحدث الآن في 2021 إلى 149 مليار دولار. كيف تقرأ هذه الأرقام وطبيعة الصناعة الدوائية في مصر؟ يعني خلينا نبدأ بمقدمة سريعة كده، إن سوق الدواء بالنسبة لمصر في أفريقيا في خلال الخمس سنين الأخيرة مختلف تماما عن ما قبلها. صحيح. يعني إحنا الحمد لله طبعا، يعني غني عن الذكر، يعني إحنا أقدم دولة مصنعة للدواء في أفريقيا والشرق الأوسط. إحنا لدينا أكبر مصانع للدواء وإعادة تصنيع الدواء في أفريقيا والشرق الأوسط، ولينا الريادة. إحنا أكتر دولة مصدرة للدواء لقارة أفريقيا في آخر خمس سنين. فطبعا سوق الدواء بالنسبة لأفريقيا والمصر سوق مهم جدا. إحنا مؤتمر أفريكا إكسكون اللي تم إطلاقه النهاردة تحت رعاية سيادة الرئيس، الفيجن بتاعته أو الرؤية بتاعته إن إحنا نبتدي نوجه أفريقيا إنها تكون هب أو مكان مركزي لحاجتين بالظبط، مركز لحاجتين. أول حاجة التصنيع الدوائي والابتكار، ودي هتبقى أول مرة نبتدي نتكلم على أفريقيا في موضوع الابتكار الدوائي. إحنا كنا دايماً نتكلم في إعادة التصنيع، ولكن إحنا لو قدرنا يبقى عندنا التصنيع التكنولوجي مع الابتكار الدوائي إحنا هيبقى لينا الريادة. إحنا بنتكلم في مليار ونص مواطن أفريقي، سوق كبير للغاية. إحنا كنا بنفكر إحنا نتوجه للسوق الأوروبي، وعندنا شركات مصرية كثيرة بتنتج للسوق الأوروبي، ولكن السوق الأفريقي هو السوق القادم، وده اللي خلى مثلا دولة زي الصين حاليا هي معظم استثماراتها رايحة تجاه قارة أفريقيا أكتر من بقية القارات. ده أول حاجة. ثاني حاجة، إحنا مصر ومن خلال المؤتمر من إحدى الأوبجيكتيفز المهمة والأهداف المهمة جدا إن إحنا نكون مركز لإعادة التصنيع وتوزيع لأفريقيا. وتاني نكرر، إحنا حتى الآن إحنا الدولة رقم واحد في هذا الأمر، ولكن الإطلاق نفسه هو نقل التكنولوجيا كمان، إن إحنا يبقى لينا مراكز جوه وسط أفريقيا وشرق أفريقيا لإعادة التصنيع من أجل الأدوية المصرية. طب عشان نحقق ده يا دكتور، يعني أن يكون هناك مراكز مصرية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بالصناعات الدوائية، إيه المفترض يحصل؟ لأنه إحنا بنتكلم على أنه 98% من الأدوية بالقارة الإفريقية مستورد من خارج القارة. يعني ده رقم ايضا صادم، انه اغلب احتياجات القاره الدوائيه تاتي من خارج القاره. لا صحيح، لو بصينا بقى نفس الاحصائيات دي لمصر هنلاقي مثلا اثناء جائحه كورونا احنا كان عندنا 95% من الادويه المستخدمه في كتكول كورونا صناعه مصريه، 5% فقط يتم استخدامه من الخارج اللي هو المونوكلونال انتي بودي. لو شفنا السوق المصريه برضو هنلاقي ان الانتاج المحلي اكتر من 60% والتصنيع المحلي عن الاستيراد. فاحنا ده اللي احنا عايزين نعمله. طب هو ده التجربه اللي احنا حصلت في مصر دي، ازاي يتم نقلها؟ وانا هشير برضو لكلمه الدكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحه لما قال نقل الموضوع ده او التجربه لافريقيا يستلزم ان احنا ننقل اول حاجه تجربه استخدام الامثل للموارد. ده اول حاجه، دايما احنا عندنا موارد. احنا فكره ان احنا دايما نقول ينقصنا اطباء او ينقصنا المال المناسب هي اكتر منها توظيف الاموال وتوظيف الاشخاص المعنيين جوه الجهات. احنا حتى بوجود نقص مثلا في الموارد البشريه في عدد الدكاتره، احنا طبعا عارفين عندنا المشكله دي، عندنا 120 الف طبيب فقط قائم مثلا، ولكن اعاده توزيعهم بطريقه سليمه هي اللي خلتنا نقدر يعني ننفد من جائحه كورونا الحمد لله باقل الخسائر. صحيح. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا هي فكره الاليات للتصنيع، هي دي الموضوع المهم. ودايما كانت افريقيا والمركز الافريقي بيناشد منظمه الصحه العالميه ان احنا بدل المساعدات الماليه الاحسن ان احنا نساعد في اليات التصنيع واليات التطوير اللي هي محتاجه تعليم مستمر. وبرضه النهارده في المؤتمر اشار سياده الرئيس ان احنا مستعدين تماما لفكره اعاده التدريب. احنا طبعا عندنا مصر من اقوى الدول في التدريب في افريقيا للاطباء والكوادر الطبيه، وعندنا مشاركات مع هارفارد ومع كبرى الجامعات في العالم كله سواء في امريكا او في انجلترا بالذات. فنقل القدره التعليميه لافريقيا ده من ضمن الاولويات. فاحنا لو اختصرنا ردا على سؤال حضرتك، هي الموارد والاليات وقياس النتائج.
صحيح، ده أهم حاجة. طب فيما يتعلق بالكوادر الطبية ورفع الكفاءة التدريبية الخاصة بيهم، يعني إحنا بنتكلم في المعرض الإفريقي الأول بيتيح منصة لتبادل الخبرات، منصة تدريبية، بنتحدث عن ورش عمل، يعني أكثر من 20 ورشة عمل خلال الأيام المقبلة، أيام المعرض، خبرات مختلفة، أجيال مختلفة أيضا من الأطباء والأساتذة من مختلف الدول بالقارة الإفريقية. أهمية هذا الجانب، الجانب المهاري، تبادل الخبرات، الجلسات والورش التي سوف تنعقد. ده مهم جدا. يعني خلينا نقول بس بداية الشكر كله لهيئة الشورى الموحد، يعني هم اللي برضو يعني قدموا الفكرة تحت رعاية تاتا الرئيس ان احنا نعمل تبادل الخبرات ده. احنا ان شاء الله ل 20 ورشة عمل، ولو هتكلم على تخصصي هيبقى في 4 ورش عمل هنقوم بيها برضو بإذن الله، وشرفت ان انا اكون موجود فيها في اقتصاد الصحة مثلا. العلم الجديد اللي موجود حاليا ومهم ان هو ينتقل لجميع الدول الافريقيه اللي هو استخدام الامثل للموارد. انا لو بصرف جنيه على الصحه انا بيجي لي قصاده قد ايه؟ لو اي دوله افريقيه بتصرف على الصحه بيجي لها قصادها قد ايه؟ بحيث يبقى في حساب دقيق لكل ما يتم صرفه على الصحه، وما نرجعش تاني لفكره ان وزراء الصحه هي وزاره مستهلكه فقط وتستهلك موارد وما فيش ليها اي انتاجيه، ولكن وزاره الصحه في اي بلد هي وزاره منتجه وبتنتج اهم سلعه موجوده في اي بلد وهي الصحه. لو صلحت هذه السلعه يصلح كل الاقتصاد، لو فسدت الاقتصاد كله بينهار. ومن ضمن اهميه الموضوع ده مثلا المبادرات الرئاسيه، يعني احنا قبل ما نبدا في المبادرات الرئاسيه وتم عرض الحمد لله النهارده نتائج اقتصاديات الدواء والصحه في المبادرات الرئاسيه، ان يعني كل جنيه يتم انفاقه في المبادرات الرئاسيه بيرجع يا اما 2.5 جنيه يعني ضعفين ونص، اوقات بيتم رجوعه لاكثر من 7 اضعاف زي في مبادره السمع مثلا، او اكثر من ذلك في مبادره مثلا سرطان الثدي. فحساب تكاليف المبادرات هي اللي بتخليني اقول هل هروح هصرف فلوسي في مبادره مثلا سرطان الثدي ولا عنق الرحم، ولا هصرف فلوس على فيروس سي. الناس طبعا بتقول احنا صرفنا مليارات في فيروس سي، احنا جالنا عائد مادي واقتصادي قصاد ال 2 مليار جنيه تقريبا اللي اتصرفوا فيروس سي 4 أضعاف. وكمان يعني عفوا المقاطعة، لجانب طبعا العائد المادي احنا بنتكلم على العائد الأكبر اللي هو الحفاظ على صحة المواطن، ويعني وده بيصب طبعا في إنتاجية المواطن وقدرته على الإنتاج. ده صحيح. يعني هو طبعا احنا اتكلمنا ان العائد المادي من الصحة بيكون ايه، وشكرا لتوضيح حضرتك. هو العائد المادي طبعا ما بيكونش فلوس يعني مادية بتخش خزانة الدولة، هي بطريقة غير مباشرة هي تحسين للصحة. صحيح. فاحنا كان عندنا مواطنين ما بيشتغلوش او مواطنين ما بينزلوش سوق العمل بسبب المبادرات، نزلوا تاني سوق العمل وحسنوا في الاقتصاد، فزادت انتاجيتهم او زادت بالظبط كده. وهي دي العائد من الصحة، وليس مردود مادي يدخل خزانة الدولة كفلوس، ولكن بيخش في الاقتصاد كناتج قومي محلي. دكتور اسلام، ايضا عايزين نتحدث عن الشعار لهذا المعرض، بوابتك نحو الابتكار والتجاره، وتحويل معرض الافريقي الطبي الاول الى منصه مستدامه. يعني طبعا هذه هي الدوره الاولى وهيعقد سنويا ان شاء الله، لكن ازاي يمكن تحويل هذا المعرض الى منصه مستدامه لعقد الصفقات، لتبادل الخبرات، لاحداث حاله من حالات الارتقاء بالمنظومه الطبيه بالقاره الافريقيه؟ يعني شكرا على السؤال، دي نقطه كويسه جدا. الصحه هي من اهداف التنميه المستدامه طبعا 2030، وهي من خلينا نقول الخدمات اللي ما ينفعش يبقى فيها صفقه واحده، لان ما هياش تجاره عاديه، يعني ما هياش مثلا استيراد او تصدير. الصحه يجب يكون فيها شراكه طويله المدى. المنصه بتتيح تبادل الخبرات، تبادل الخبرات ده بيبقى بعقود 3 أعوام 5 أعوام اوقات 10 أعوام ما بين دول وبعض. دي فرصه مهمه جدا على فكره، كمان احنا برضو نستفيد. يعني احنا لو عمالين نقول على تناقل خبرات ما بين مصر لبقيه الدول الافريقيه، احنا هيبقى عندنا فرصه كويسه جدا برضو نشوف الدول الافريقيه اللي مرت بظروف معينه ازاي تغلبوا عليها، خصوصا ان في دول مثلا في قاره افريقيا ابتدوا يتقدموا جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات في الصحه وسبقونا بخطوات. طب هم ازاي ابتدوا يوصلوا للاتش اي اس او الهيلث انفورميشن سيستم، او فكره ان هم يبقى كل النظام الصحي مراقما، وده من ضمن مثلا اهداف التنميه المستدامه لمصر ان احنا نوصل لرقمنه في القطاع الصحي ب 2030. حاجه ثانيه مهمه في المعرض المقام حاليا هي فكره الشركات متعدده الجنسيات للادويه، ان دي فرصه ليها لفتح اماكن جديده لتوزيع ادويتها من خلال مصر. فاحنا لو عرفنا يعني ننتقل لمرحله اللي بعد كده، هي فكره ان الشركات متعدده الجنسيات
بتصنع جوه مصر عشان توزع على افريقيا، زي احنا عندنا كذا شركه بتعمل كده، بس احنا عندنا تطلعات ان كل الشركات يبقى عندها مصانع في مصر، فدي عقود طويله المدى. وهيئه الشراء الموحد اهدافها الرئيسيه هي فكره الافشنسي او الكفاءه في الصرف، وايجاد موارد ماليه للدواء واستيراد الدواء باقل سعر. دي ثلاث اهداف، فطبعا دي كلها اهداف طويله المدى وليست قصيره المدى. السؤال الاخير لحضرتك دكتور اسلام، يعني كمشارك في هذا المؤتمر وكمهتم باقتصاديات الدواء، ما هي ابرز توصيه يعني تتمنى ان تراها تخرج الى النور بعد انتهاء هذا المؤتمر؟ يعني انا هقول نفس الجمله اللي قالها السيد الرئيس النهارده، احنا ممكن يكون عندنا موارد قليله، وممكن افريقيا يكون عندنا موارد قليله. اللي نقدر نعمله ان احنا نعمل احسن كفاءه efficiency للموارد الموجوده. احنا ما عندناش نقص في عدد الموارد قد ما في حسن استغلال الموارد. احسن توصيه انا في رايي المفروض تطلع ان احنا ما ننفقش اي جنيه او اي دولار في القاره الا ما نبقى متاكدين ان احنا حاطينه في مكانه المناسب. اشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء وعلم الاوبئه.